يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في المقابر توزيع للماء مجانا، وظاهر هذا الفعل أنه لنيل الثواب وسقي الناس، فهل في هذا الفعل شيء؟ والله هذا مبدأ ما هو طيب، هذا مبدأ ما هو طيب. ما زال المسلمون يدفنون موتاهم في شدة الحر ولو ذكر أنهم يجاب لهم ماء، وأخشى أن هذا يفتح باب فيقال إن المجيء بالماء والطعام في هذا المكان إن له مزية، وطعام الطعام عند القبور والصدقة عند القبور فيكون عبادة عند القبر، هذا لا يجوز ولا يفتح هذا الباب. اللي يعطش يروح، ما هو لازم أنه يقعد، يروح ويشرب من بيته ولا من المسجد، ما هو لازم يقعد. نعم.